عمي هدي حالك شوي وخلينا نفكر. شو بدنا نفكر؟ انه حدا خطفه؟ قتله؟ هديك البلاد يا بنتي، هديك البلاد حضارية وما لازم نصدق الافلام اللي عم نشوفها. عمي لا تزعلي مني، بس بركي حبشي وحدة وترك الجامعة مشانها وابصر هو وياها وين هلا. يعني ياما بنسمع حكاية عن الطلاب بالغربة. رامي بيحبك وما ممكن يبيعك بكل بنات العالم. بعدين مو ابني اللي بيترك دراسته من شان بنت، مو رامي. أنا مربيته على الأخلاق والفضيلة وهو متفوق من صغره. أنا آسفة، مهم يجينا خبر منه يطمننا. ما تاكل؟ ما بدي اتسمم. اصطفل. طبعا بدي اصطفل، ما انت مو سألي عني. لا، لأنه أنا مو أمك، أنت ابن جارتنا. ما اتصل بابا؟ بلى، قال رح يرجع بعد 3 أيام. بيرجع بيقعد يوم ولا يومين، بيرد بيسافر بالشهر بالشهرين. شغله؟ إلا مفتكر هالعز اللي أنت عايش فيه مو من ورا شغله؟ عز؟ وين العز؟ أنا ماني شايفه. ليكون قصدك هذا البيت الكبير والمصروف الكبير عم نصرفه بالحساب؟ ما شاء الله، المصاري كثيرة والحمد لله. شو بدنا أكثر من هيك عز؟ أنت أكال نكار وجاحد بنعمة ربك. أنا بدي عيش مع أبي وأمي مثل ما بيعيشوا الناس الأوادم، حتى لو ما لقيت فرنك أصرفه. لك اشتهيت شي مرة نقعد نفطر إحنا 4 سوا، نتعشى سوا على الأقل. يعني بدك أبوك يترك شغله ويقعد بالبيت ليفطر ويتغدى ويتعشى معك؟ إيه ليش لا؟ لأيمتى بده يضل راكد ورا المصاري؟ لك المصاري اللي حاططهم بالبنك بيعيشونا 50 سنة لقدام. خلص، ليرجع أبوك قل له هالحكي. هذا الحكي انت لازم تقلي له اياه، انت مرته، انت اللي عم تعدي شهور بالبيت وهو بيضل مسافر. ولا كثير عجبتك الحياه؟ ولا شو رايك تضلي؟ ربي انت شو اللي بدك اياه؟ بدي سلامتك. ماشي. بصراحه ماما صاير عم بشتاق كثير لبابا.
بيت الجرادين بصاحبه عزيز أبو الذهب. بس والدي ما قال لي ذهب أصفر ولا أحمر. إمتى راح يصير بيت عندي؟ بيت شيتي؟ أعطيني واحد شريف لا أعطيك مية حرامية. ويا بابا الأمي رايح على فين؟ يا بابا الأمي بسم الله الرحمن الرحيم. وين كنت لهلا؟ ما راح تبطل عوايدك. انت راح تجلطني؟ وين كنت؟ كنت مطرح ما لازم كون. وان تكون او لا تكون تلك هي المشكله. اكيد جاي تعبان الكان. وين بدي كون يعني؟ كل الامور تمام مثل كل يوم. بالمعلقه عم لقمه. بس اليوم اتاخرت اغفيت عرصيف. يمكن نمتلي ساعه زمان. ويا لطيف قديش جوعان. عشاك جاهز بالغرفة. عشا يا وعشاك يا عزيز من بلاد. سيك هدو خليونا بكرة. يخرب بيتك على الريحة. انت بدك ريحتي طالعة؟ ولو تطلع بس بعد عني. وين رايح؟ بدي عصاية بدل هاي المكسورة. والله مو اغرب مني غير انت يا ابو شفيق. هات لنشوف شو جديدة. ما في توازن بالبلد. ما في وسط. يا فوق فوق يا تحت تحت. كلام عادي. ما في شيء. يا ترى مين المجنون؟ أنا ولا هو؟ ايه وحياة عيونك رح صير أحسن واحد بالشام كلياتها. بعرف حبيبي بس أنا بضل ماما لا تخافي علي حبيبتي. أنا صرت رجال من زمان. مو قبل ما زوجك وشوف ولادك وأنت رافع راسي. هلأ رامي اللي انت بتعرفي عم بتغير شي. صديني هذا انا ما رح اتغير. وشي اللي زرعتي بقلبي رح تحظي. يعني انت حاسس حالك قد الغربة قد العيشة ببلاد ما بتعرف حدا فيها؟ حبيبتي صدقيني مثل ما انا عايش هون تحت نظرك رح كون هنيك تحت نظرك كمان. صدقتك حبيبي صدقتك. ما بيعدموا المجرم. الو مرحبا يا ابني انا ام رامي.
بس ما كون فيقتك من النوم. ولا يهمك، بس على الله تكونوا سمعتوا حاجة عن رامي. لا ما سمعنا شيء، بس أنا بدي أسألك سؤال وبترجاك أنك تكون صريح معي. تفضلي. رامي كان يعرف بنات وأنتوا عم تدرسوا؟ كلنا بنعرف بنات، زميلاتنا في الجامعة. قصدي كان يعرف بنت معينة يروحوا وياها لحالهم؟ كان ابنك مش من النوع ده، ابنك خجول قوي خاصة مع صنف الستات. يعني ما ممكن يكون حب وحدة وهي اللي خلته يترك البيت والجامعة؟ أنا شخصيا ما عرفش إن كان لي علاقة بوحدة تانية ولا لا. حتى لو كان يعرف واحدة مش هيخلي حد يعرف. ابنك كان منطوي على نفسه شوية وملوش أصحاب كتير. منطوي على نفسه؟ قصدي ما كانش اجتماعي زي بقية الطلبة. يعني ما في احتمال انه تكون في بنت بالنص؟ حقيقي ما اعرفش، بس انا ما اظنش انه رامي اللي كانت الكلية كل حياته يجي في اخر سنة له ويسيب كل حاجة عشان بنت. ما اظنش. ريحت لي قلبي. الله يريح قلبك. مش هيرتاح قلبك الا لما نعرف هو فين. دخيلك يا سيد مرسي، اذا سمعت عنه اي شيء رجاء اتصل فيه وانا ببعت لك حق المكالمه. عيب يا مدام، رامي برضو كان زي اخويا. تسلم يا ابني، تسلم كلك ذوق. الله معك، مع السلامه. منطوي على نفسه؟ إذا سألتك عني عمي قلي لها اجت رفيقتها نوال وأخذتها معها. بس رفيقتك نوال ما اجت. ايه ولا حتى شي، انتي قلي لها هيك. يعني كذب؟ ايه يا ستي كذبي. مع انه الكذب حرام. هلا لا تلاقي لي قلبي، إذا دريت عمتك رح تزعل وهي مو ناقصها، أنا لازم لاقي الشغل. ايه ما عم تلاقي. أنا لوين رايحة؟ رايحة مع رفيقتك نوال على السوق. ايه تعي قفلي الباب وراي. فليها سامحني يا ربي لأني بدي أكذب. ألو، أهلين أستاذ سمير، عم اشتغل هلا؟ طيب شي ساعة أكون بالدائرة. مع السلامة. Oh, 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 oh
أهلين. أهلين ست سلمى. كيفك؟ تمام مشتاقلك. شو جاي غصب عنك ولا في شي زعجك؟ خير. ليش بدك يعني ضروري؟ لأنه لو ما بستخدم كلمة ضروري حضر جنابك ما بتشرفي. وقت اللي بيكون في عندي شغل بشرف بدون كلمة ضروري. ما بدك شي. بعتت وراي بس لحتى تشوفني. مزبوط. لأني اشتقت لك. لك عم بمزح معك شو بكي؟ تفضلي هذه ولو؟ معقول ايش قدك لقينا؟ استاذ سمير انا مو رايقة لك، بقى الله يخليك احكي. يا ستي ما راح احكي قبل ما اعرف شو اللي قالب خلقتك هيك. تسمحي لي اتوقع شو اللي قالب خلقتك؟ اكيد شي رجال هيك مقلل ادبه معك. طيب متخانقة مع حدا؟ متخانقة مع حالي. احكي شوفي. سلمى بجد انا لازم اعرف شو بكي بالاول. سلمى انت بحياتك ما خبيت عني شي؟ لك مشان الله شو في سلمى؟ في مصيبة. خير إن شاء الله. مصيبة شو؟ ابني رامي. شو برامي؟ نقول ابني لغرفة خاصة. الغرفة الخاصة مليانة. طيب ممكن تشيلوا هالمريض من هالغرفة؟ مين حضرتك؟ أنا أمه. معقولة قبل ما تسأليني عن حالة ابنك عم تسأليني على الغرفة الخاصة وبدك طلعي الرجال المسكين؟ أنا آسفة. عموماً ابنك مو مطول عنا، جبرت له رجله وفيكي بكرة تاخديه معك على البيت. يعني رجله مكسورة؟ لا مشعورة. من المفروض انه يضل بيتخته وما يتحرك الا للضروره القصوى. سمعت يا ربي؟ سمعت يا امي؟ انا بشوف انه تخمين خلود هو الاقرب. يمكن يكون حابب له شيء وحده وطافش معه. طيب انا كيف بدي اتاكد؟ ما فيك تتاكدي لحد يتصل. انا يلي مرعبني انه بعمره ما صار معه شيء ما خبرني عليه. إلا أنه يقولك أنه ترك الجامعة وأكيد بخاف عليك من الصدمة. يعني ضل هيك عم احترق ولا سافر؟ سلمى سفرك لفرنسا ما حيفيدك بشي. أنا عندي مجموعة أصدقاء بباريس، بكلف واحد منهم لأنه عنده معارف كتيرة يخاطب الجهات الرسمية وهن بيدوروا عليه. هذا إذا كان لساته لهلأ بفرنسا. أكيد لساته هونيك. طب خلاص أنا بتولى الموضوع. يا ريت يا سمير، معروف ما بنسى لك يا بحياتي. سلمى ملاحظة انه هاي اول مرة بتقولي لي سمير حاف؟ اذا قدرت تعرف لي وينه ما رح نادي لك الا سمير. اف، وليش كل هالقد هيك جاي على حالك؟ ان شاء الله سمير خليني بهمي. سمير مرة تانية. عموما ستي هلا فينا نحكي بالموضوع يلي جبتك مشانه. وليش بقى؟ خولة بدي اقطع الكوسة، الكوسة اسهل شي. ايه تركي يا امي ايدك بلا ما ترجحي حالك. السكين مو حدة ليكي خلود. هلا معقول رامي يكون دا يتجوز وحدة؟ مو انتي اللي قلتي انه حابب وحدة تانية؟ انا كنت عم بتحذر، رامي ما بيعمل هيك شي. لانه حابك ما؟ ايه لانه بيحبني. حابك بيقوم بحب غيرك؟ شو هيك تروحي تلتهي بدروسك؟ لا والله ما حذرتي. لا. ليش لا؟ لا يعني كلف غيري بهيك مهمة. عندك 5 باحثين اجتماعيين بالدائرة. بس يا سلمى انت الاجدر بيناتهم وانت الوحيدة اللي معك ماجستير بعلم النفس. بعدين هدول مو واحد واثنين، هدول 9 اشخاص. لا هن 8 لانه في بيناتهم طفل صغير. يا حرام سلمى،
صدقيني انت الاقدر والاجدر على ان تفوتي القلوب هدول العالم وتاخذي اللي بدك اياه منه. هاي المهمة اللي اخترت لي اياها يا استاذ سمير، اني اقعد اتحاور مع مصابين بالايدز. انا ممكن اتعاطف معهم اشفق عليهم، بس اني اقعد اتحاور معهم وادخل اعماقهم، لا ما لي قلب. ارجوك تعفيني، ما بقدر اقعد معهم بالساعات. طيب يا سلمى، مثل ما بتقعدي مع المجرمين وبتحاوريهم وبتقعدي مع بنات الهوى اللي تعرفي ليش انحرفوا، نفس الشيء. المجرم شيء ومريض الايدز شيء تاني. صحيح بدي منك كتاب لحتى يسمحوا لي بزياره السجين صلاح مره تانيه. ولا شو زياره تانيه؟ ما انا اللي بعرفه انك اخذت كل شيء بدك اياه منه. بتفرق بين انه يكون بقيان له شهر ليموت وبين انه يكون بقيان له يوم واحد. بكره المساء موعد اعدامه. وبتتوقع انه غير اقواله؟ لا لا، حابه اشوفه، اعرف توجه مشاعره بالوقت الراهن. مو بقيان من حياته غير ساعات. انت تعاطفتي معه وحبيتيه، ما هيك؟ ما بنكر. مثل ما بدك، نرجع لموضوعنا. موضوعنا منتهي يا استاذ سمير، انا على المصح ما بروح على قطع راسي. بتعرفي سلمى، بتعرفي انك عم تفاجئيني يوم بعد يوم؟ قول شو ما بدك. واذا قلت لك انه انا مصر؟ بقول لك اني مصره اكثر منك، واذا عندت بقدم لك استقالتي. يا اخي في غيري كلفهم بهالموضوع. انا ما راح اكلف حدا غيرك، ولانك تسرعتي راح اعطيكي مهله لحتى تفكر منيح. يا استاذ سمير ارجوك، لو سمحتي انتهى النقاش بيناتنا. مع السلامه. طيب هذا رفيقك ليش لتجيبه معك؟ ضيفه جاي من برا. ما مشكله جيبه، انا شو فرقه معي. كيف؟ ايه عندي رفيقه. لا لا لا، رفيقتي مخرج هيك طلعات. طيب بحكي معه وبشوف. على كل انا الساعه 2 بكون عندكم. ماشي باي. فتوني؟ ها حبيبتي انتي، شو رايك نروح نتغدى انا وياكي برا؟ ليش وامتك تتغدي؟ يا ستي بدي اتغدى مع شاب اسمه نزار وما رفيقه، بس رفيقه ما بعرفه. ايه وانا شو بياخذني معك؟ حبيبتي هو جايب رفيقه معه، معناتها انتي بتروحي معي، يعني مو حلوه اروح لحالي اتغدى مع شبه. يا نايد ناس انا ما بعرفهم، كيف بدك يعني اقبل عزيمتهم؟ لك ستي بتتعرف عليهم، بعدين هي طلعه عاديه، يعني بنتغدى وبندردش شوي وبنرجع. لا فاتي حبيبتي صدقيني، هذا نزار شاب كتير ظريف وآدم وابن عيلة، أكيد رفيقه مثله، مو مثل هذا الدب مجيد. يعني أنت بتحبيه لنزار؟ رجعنا للحب والحكي الفاضي. حبيبتي أنا ما حبيت ولا رح حب، فهمي بقى، جاي سأليني ها؟ طيب يا نهيد، طالما أنت ما بتحبي ليش لحتى تعدي معه؟ أنت الظاهر وقت بحكي معك أنا أنت ما بتستوعبي؟ لك عم بستوعب، بس ما مقدر أفهم. لك يا فاتن بلا هي التعقيدات تبعك، صدقيني الدنيا حلوة وقت بنفهمها، لك وقت نعرف نعيشها. ما بقدر اختي، اذا حسيتي بأي شيء مو طبيعي او حدا ضايقك دغري بنرجع. شو هتروحي معي ولا لا؟ لا اتصطفلي، خليكي قاعدة هون بين اربع حيطان لحالك. فكركم ليش طلاب المدارس عم بيطلعوا نصهم حمير ونصهم طنبرجية؟ روحوا 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 اللي بقوم فيه، روحوا روحوا. فكركم يا بنات ليش طلاب المدارس نصهم عم بيطلعوا حمير ونصهم طنبرجية؟ النظرافي تبعه لك كله عم يركض على الكرسي، والكرسي يا حرام مخلوع عليه. فكركم ليش طلاب المدارس يا حرام نصهم عم بيطلع حمير ونصهم طنبرجية؟ كله عم ورا الكرسي، والكرسي مخلوع على رجلي. يا شباب ليش طلاب المدارس نصهم عم يطلعوا حمير ونصهم طنبرجية؟ كله عم يركض ورا الكرسي، والكرسي
مخلوعة رجليك. شلون يعني بدي اقعد وما اتحرك؟ انا ساعة واحدة ما بتحمل اقعد بالبيت. الله يصلحك يا ربيع. لك امي انا كم مرة قلت لك سوق على مهلك. برضاي عليك يا ربيع تترك الموتور. لك ما حدا ركب الموتور الا وحمل كفنه معه. فكرك الموت مو اريح يعني؟ عيد الشر عن قلبك. تخافي علي من الموت يا امي؟ لك امي انت شو صاير لك؟ مثل ما لك شايفه مكسر. اصبح اترك لي هالموتور، بيعه، خلي ابوك يشتري لك سياره. انا كم مره قلت لكم انه السياره بتخنقني، ما بقدر اتنفس فيها. على الموتور بفوت الهواء نظيف على الرئتين، وخاصه لما بطلع من البيت. اللي كيف عملت الحادث؟ كيف بيصير الحادث يعني؟ اثنين بيضربوا ببعض. وعلى مين الحق؟ على مين انت حابه يكون؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اول شيء الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. جايين نفتح ضبط بالحادثه اذا سمحت. الشوفير العمومي ما له علاقه، انا اللي دخلت فيه ومستعد صلح له، وقد ما طلب عطله ضرر انا جاهز تكرم عينه. هيك ما حنتفق يا فاتي. اذا عقلك بده يضل حجر كتير رح نتعذب بالعيشة مع بعض. كأنها بتقلي طلعي من بيتي. وين بدي روح؟ وين بدي روح؟ بوشك بتعرفي انت شباب الضيعه بنقطه بخلتك، ما بتعرفي كم ازعر في بالضيعه وكم واحد حابب يعلم علي، ولا هاد انت اللي بدك اياه؟ انا هيك بدي ايه هيك بدك؟ بدك تحطي راسي بالطين، ايه والله بذبحك وبجعل الله ما خلعك. طب خلص رجع البيت. ايه روحي على البيت، ما في طلعه بنوب، رجلك على رجل امك، بتتمي مابوره فيه، ما بتعرفي كم شب من شباب الضيعه حاطط عينه عليكي هون؟ مو عاجبك كلامي ما هيك؟ لا اخي عاجبني. ايه لا مو عاجبك، عاجبتك سمعت سامية بنت ابو اكرم، سامية اللي ابوها ما بيحسن يحط وشه بوش حدا من اهل الضيعة، حابة تصيري مثلها ما هيك؟ بس والله انا كثير ظلم ولا سامية. خسرت. الو. مرحبا ناهد. انا مو ناهد، مين حضرتك؟ ناهد وينا؟ طلعت من البيت. مع مين طلعت؟ مو مع حدا، لحالة. لوين؟ ما قالت لي. طيب انت شو اسمك؟ ما قلت لي مين حضرتك. طيب قد ايه عمرك؟ لو سمحت. طيب قولي لي انت اصغر من ناهد ولا اكبر؟ احلى ولا جاي على الموعد معه ولا؟ Thank you.
حسن وين انت؟ لا تسكري الباب لانك بدك تجي عنا. شو في عندكم؟ عازمينك انا واختي على الغدا. وشو طابخه انت واختك؟ متبل باذنجان ومتبل كوسه ومقالي لحتاكي اصابعك وراهم. واذا ما اكلت اصابعي؟ انا باكل لك اياهم. تسلمي لقلبك. ست امبامي هاي رساله لكم وصلتنا على البقاليه. رساله من فرنسا يا خوله. رامي ما روح هلا بعدين تعطيك بخشيش. إن وصلتك رسالتي صباحا فصباح الخير، وإن وصلتك مساء فمساء الخير. سامحيني يا أمي لأني تركت الجامعة مضطرا، ولكني سأعود إليها. ماما أنا بخير لا تقلقي علي، وسأوافيك بأخباري الطيبة قريبا. اشتقت إليك جدا جدا جدا، واشتقت إلى خلود وخولة وإلى الشام كلها. ابنك البار رامي. هي رسالتك يا رامي؟ كم كلمة؟ شكرا. فاتنة بتستحي. البنت اللي بتستحي احسن من اللي ما بتستحي على القليله. حياتها ما عرفت رجال لهالدرجه. البنت مثل القطه المغمضه. انا خلي لك اياها تفتح. انتوا بس مهلوني فتره، بركي منرتب لنا موعد ومجتمع فيه سوا. طب كيف؟ بنطلع انا وياها على شي مشوار ومجتمع فيكم على اساس صدفه. ليش عم تقلها وليه؟ انت ما حدا حكى معك. بس البنت قاعده معنا حبيبي. كانت قاعده معكم هلا بتطلع معي. ايه ما حذرت. ايه معناته بناخذها بالسور بعد ما نطربق المحل فوق روسكم. ما اسمع شو قلت. يعني ارتاح بالك هلا؟ يمكن لأنه طمني عليه. بس بزمتك هي رسالة بيبعتها لأمه بعد كل هالمدة. بس ليش مكاتب تاريخ الرسالة؟ يمكن بعتها بعد ما ترك الجامعة. عمي معقول يكون رامي متزوج؟ لا لا، يمكن يكون حابب مثل ما قلتي، بس متزوج لا. إيه حتى لو كان متزوج ما حدا بياخد غير نصيبه. ما بدي اسمع منك هالحكي تاني مرة. رامي إلك وأنتي إله، حتى لو كان حابب، حتى لو كان متزوج. مين متزوج رامي؟ عم نقول يمكن. أي صح له، لو فضل الدنيا كلها ما حيلاقي مثل أختي. أي والله يا خولة، أي والله. إن شاء الله يكون متزوج. أصلاً أنا مالي متحمسة لهالجوازة أبداً. لساتك قاعدة؟ قومي الكوسة والباذنجان رح يحترقوا. لك يا ربي يا ربي ليش الله بلاني هالبلوه؟ واحد مثل الدب وقد البغل والضراب الصخر ليش نمشي معه؟ مين هو هذا؟ مجيد الزفت. الله وكيلك لسه ما فتت على المطعم، فات مثل الدب ومعه اثنين قد البغال. وتخانقوا؟ شو تخانقوا؟ تخانقوا مثل الوحوش، اكيد بيكونوا دبحوا بعض هلا. معقولة انت؟ نعم تدبحوا مشانك وانت تركتين واجيتي؟ لكن بدك ياني ضل معهم حتى روح الشرطة واتبهدل؟ اصلا انت كل الحق عليكي. انا؟ ايه انت. لو رحتي معي كل هالشي ما كان صار، كنت قلت له هدول رفقاتك مو رفقاتي. والله لو عرفانك حيصير معك كنت رحت معي، ماني عرفانه شو حيصير. هلا شلون بدي اخلص منه لهذا مجيد؟ لك شو الشغله بالزور؟ قولي له. ليش هذا بيفهم؟ قولي هذا اكيد هو. لا تفتحي له. هلا تخافي فوتي تخبي بقول له انك مالك هون. قومي. الله يوفقه مصري في بحر البنايه.
وين هالمحروسه؟ ما بصير تفوت على الغرفه هالطريقه، البيوت لها حرمتها. دخيلك ودخيل حرمتها. وينها؟ ناهد؟ ناهد ما لها هون. لا هون، طلع على غرفه النوم ناهد اشوف. يا استاذ ما بصير تفوت بهالطريقه. نعم، شو بدك؟ وإلك عين تحكي؟ لك يا اخي انت مالك ولي امري، لا لك خطيبي ولا لك جوزي، وكل شيء مصاري وهدايا اخذتهم منك رح ارجع لك اياها. حل عن ظهري بابا. يا صوتك يا انا انك بشرتني. لا خليني بدي عليكي. شو انت فكر شرف الثاني يعني؟ اسكتي احسن ما اسكت، كف هالرسالك. لك اخي انت شو بدك مني؟ ليش كذبتي علي؟ انا بشو كذبت عليك؟ لك اول ما تعرفنا على بعض ما سالتني اذا بتعرفي حدا غيري؟ قلتي لي ما بعرف لا هبو ولا دابوب. انا مزبوط ما بعرف لا هبوب ولا دابوب. وهدول الاثنين كنتي قاعده معهم؟ هدول تعرفت عليهم بعد ما تعرفت عليك، بس ما في شي بيني وبينهم. ما في شي بينك وبينهم؟ وهبوا هالهبة بوشي والواحدهم جوزك مو هيك؟ إلا أنك ما احترمتهم. ناهد، أنت بتعرفين قديش غار عليكي. ليش لحتى تغار عليها؟ لا لك خطيبك ولا لك جوزها. لأني بحبها يا فهمانة، وإذا بدها من بكرة بكتب كتابي عليها. كتاب براني ما؟ بعدين من سبت شطارة الدنيا؟ ليكي ناهد، هي آخر مرة بسامحك فيها. بس من هلا وطالع إذا ما سمعتي كلامي لنسيكي الحليب اللي رضعتي. لعوفك حياتك، انت لهلا ما بتعرفي مين مجيد عبد المولى فاضل. واذا حدا شفتك مع حدا غيري لقيت لك وقلت له، فهمتي؟ لا تنسي موعدنا الليله. مرحبا استاذ سمير، انا سلمى. اهلين سلمى. انا بس حبيت اتصل فيك واقول لك انه اليوم وصلتني رساله من رامي. ايه الحمد لله. وقالك شو صار معه؟ وين صفى هلا؟ ولا شيء، بس عم يطمني انه هو بخير وترك الجامعه. لك ستي هي سنه لا حتقدم ولا حتاخر، المهم تضل ضحكتك على وشك. الحمد لله على كل حال. ايه سلمى، شو صار معك بالنسبه لموضوع المصح؟ ما صار شيء على ما نحن عليه. يعني ما فكرتي؟ بشو بدي فكر يا استاذ سمير؟ عموما مر اللي عندي على المكتب بكره وبنحكي. اذا منشان الموضوع نفسه انا مري، يعني مري لو سمحتي. حاضر، مع السلامه. أبو شفيق؟ أبو شفيق؟ أبو شفيق؟ لك يا أبو شفيق؟ أبو شفيق؟ من شوفته هالليلة. صحيح نسيت، ريقي نشفان. بسم الله الرحمن الرحيم. عم تتضايق من شوفتي لك عزيز؟ أعوذ بالله، أنا اتضايق من شوفتك يا أبو شفيق؟ أنا بتنومس وقت شوفك، بس يعني ما رعبتني مثل العادة. لا والله ليش الكذب، رعبتني. المهم أنا شغلك مو عاجبني بهالأيام. ولا انا. انا عم احكي معك جد، ما عم بمزح. ايه امرك امرك ابو شفيق. عزيز قديش صار لك عم تشتغل عندي؟ شهر 20 يوم. لكن معقول 20 يوم تضل بنفس الحاره ما تتركها؟ كل اهل الحاره واللي عم يمرقوا فيها حفظوا كل الكلام اللي عم تقوله بصم. بس مو هذا اللي بدك اياه؟ لا انا ما بدي الحاره لحالها تسمع، انا بدي كل الناس تسمع. يعني المفروض في كل يوم تفوت على شارع جديد، حارة جديدة، أنا بدي أكبر قسم من الناس يسمعك. أبو شفيق، هاي الحارة أنا حبيتها، قريبة من بيتي، يعني ما عم يضايقوني فيها، وكلهم بيقولوا لي يا حرام وبيضحكوا لي. امبارح، لا اليوم، اليوم طلعت على الشارع الرئيسي لأشتري سندويشة. اثنين مخابرات طلعوا لي وقتلوني قتلة حشك لبك، تفرج. شو ضربوك؟ ايه ساقبت انه وهن مارقين. انا كنت عم بقول
مين قال انه كل مواطن عليه واحد مخابرات؟ طلعوا مخابرات وقال انا طابور خامس. المهم ما حققوا معك ولا اخذوك معهم؟ لا، لاني صرت ابكي والناس بالشارع صاروا يدافعوا عني ويضربون. تكرم. وهي 1000 ليرة حق القتلة اللي اكلتها غير اجرتي؟ اجرتك بهالظرف. بشوف اذا حدثوا لقطوك وحققوا معك اوعى تجيب سيرتي بكلمة وحدها. ابو شفيق ليش انا بعرف مين انت وين ساكن؟ بعرف سيك بقرا شو مكتوب هون. زملة واحدة بس؟ اقراها بصوت عالي. حاضر. الصغير عم يحكم الكبير ليش؟ لأنه قادر والله قادر على الجميع. ما فهمت. مو ضروري تفهم. لا، لازم افهمها. مو مهم تفهم يا عزيز، لأن المجنون دائما بيحكي كلام ما بيفهمه. فهمتني؟ بس يا ابو شفيق انا حط لك هون 3000 ليرة بتقول الجملة مثل ما هي ولا اكتب لك جملة بالفليرة بس؟ لا، 3000 احسن من 1000. حلال عليك. شو فهمت مني؟ تمروا على اكثر من شارع، واذا حبيت اعمل استراحة بالحارة ما غيرها ما عندي مانع. اعمل استراحة بس لا تنسى عيني عليك وين ما رحت وين ما جيت. خاطرك حاما عم يدفع منيح، بس هو شو مستفيد؟ ما دخلني انا اجدب وعلى البركة وما عم بفهم شو عم بقول. ان شاء الله يكون جايب العشاء معه. نسيت نشف ريق. شو بدي أعمل يا ربي؟ شو بدي أعمل؟ أنا لازم أترك ناهد وأترك هالبيت. الشي اللي عم يصير أكبر مني مو قدرتي أتحمله. طيب وين بدي أروح؟ أرجع الضيعة ولا؟ والله بيدبحوني، يدبحوني. موتي أشرف من الحياة اللي عايشتها ناهد.